أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا مرحبا في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا، لأن أولادكم هم أولادنا وراهم تحت جناحنا. هذه الحصة فيها بعض المواضيع اللي الأولياء يتسألوا فيها، يا هل ترى أنا في هذا الموضوع كيفاش ندير، هذا الموضوع كيفاش ندير، يحبوا شوية تاع النصائح وبعض الآراء الأخصائيين. اليوم الحصة مهمة مهمة، اليوم حصة الغيرة بين الأطفال، لا جالوزي أونتخ لي زونفون. دونك أطفالنا يتغيروا بيناتهم وكامل، والأولياء بالمرات ما يعرفوش واش يديروا. إذن راح اليوم نتكلموا على هذا الموضوع. إذن يرافقني اليوم السيد لابري نور الدين، مختص في علم التربية. تفضل. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ، شرفتنا. تفضل. شكرا. تفضل. كذلك السيدة تفاحي هنية، أخصائية في علم النفس. مرحبا بك. السلام عليكم. تفضلي مدام، تفضلي، شرفتينا. تفضلي. ودائما نستضيف ولي امر، اب ولا ام، باش يكلمنا على التجربه نتاعو. اليوم معنا مسيو تلمساني رضا. مرحبا بك. شرفنا. تفضل. تفضل. ونجيبوا كذلك طفل ولا طفله يدير الواجبات المدرسيه تاعو قدامنا باش نتوما ثاني تروحوا تقراوا. معنا ايه اليوم، تعالي. روحي بنتي. تعالي بنتي. واش راكي بنتي؟ لاباس بنتي؟ لاباس. بخير، تقراي مليح؟ شحال في عمرك؟ 9 سنوات. واش مسنة تدرسي؟ سنة رابعة ابتدائي. متفوقة، تحبي تقراي. أي برافو. دونك روحي دركا لهذاك المكتب الجميل اللي خليناه لك وديري الواجبات المدرسية تاعك. يلا بنتي، بالتوفيق. وأنتم ثاني يا أطفال، هذا هو الوقت اللي ديروا فيه الواجبات المدرسية تاعكم، لأن نجاحكم يهمنا كما يهم والديكم وأنتم ثاني ولادنا. مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. والله موضوع بالنسبة لي مهم جدا. علاش؟ لأنه يهم الأطفال مباشرة، وموضوع الغيرة كما نعرفوا، الغيرة لا جالوزي، الأطفال يتغيروا بيناتهم كامل. احنا ماذا بنا اليوم من خلالكم نوجهوا للأولياء بعض النصائح اللي يفيدوهم في التعامل مع هذه الحالة، هذه كيفاش يدير لما ولادو يتغيروا بيناتهم وكامل، باش ما يغضبش الثاني، ويعني باش في التربيه تاع ولادو. لانه بالك الاستاذه هنية تشاطرني الراي، الطفل احنا العمل تاعنا واش هو؟ اننا نحمي الطفل من الصدمات. نعم. يعني ممكن انك شيء بسيط دير حاجه مع وليدك وهو صغير، قادر يشفع عليها حتى يكبر. يقول لك يا بابا نهار ذاك النهار شريت لخويا وانا ما شريت ليش، وانت تحب خويا اكثر مني وكامل. اذا ماذا بيا نبدا بك السيده هنيه، هذه الغيره هذه موجوده عند الانسان يعني بطبيعته، ولكن كيفاش نشخصوها عند الاطفال، وكيفاش وراه الوقت اللي تكون فيه خطيره، تكون فيها يعني وين لازم الاولياء يتقلقوا ولا ما يتقلقوش. تفضلي. نعم، شكرا استاذ يزيد على هذه الدعوه. موضوع الغيره هو موضوع يعني شيق في الحقيقه، يمس كل الاسر تاعنا، الاسره الصغيره والكبيره الى غير ذلك. نتكلموا فقط عن الغيره. الغيره هي شعور، هو احساس جميل في بعض الأحيان، وأحيانا يكون شوية عنده مضرة. هو مليح إذا كان غيره بإنسان باش نحاولوا نديروا خير منه. هناك غيرة إيجابية وغيرة سلبية. الغيرة إيجابية مثلا واحد كيشوف حاجة يغير، واحد يقرأ مليح مثلا، يقرأ مليح مع زميله يغير منه، يقول لك أنا في الفصل ندي خير منه. هنا النوع الإيجابي. ولكن الغيرة اللي باغ اكزومبل واحد يقتل واحد، ولا واحد يقتل زميله، ولا باش يولي خير منه، هنا اللي راه الخطر. بالضبط. سيد لابري نور الدين، نظن باللي 39 سنة في التربية، أنا نقول باللي المدرسة هي لا بوبونير تاع الأطفال، يعني هي مشتلة تاع الأطفال، يعني عندك من كل أنواع، من كل الأنماط وكامل. كيفاش تعيشوا الغيرة بالأطفال وكيفاش تتعاملوا معها؟
كما قالت الأستاذة مقبلة، تكون من المفروض تكون عشت هذه الحالات هذه وين الغيرة، بين خاصة لما تمدوا النتائج، النتائج للتلاميذ تحس باللي تلميذ غير من الآخر وكامل. هل عشت أوضاع واللي خلاتك تعاملت مع وضع باش حسمت موقف ولا تغيير هكذا؟ تفضل. أهلا وسهلا سي يزيد، أهلا وسهلا الجميع. فعلا موضوع الغيرة في المدرسة موجود بكثرة وبكثرة ونعيشوه كل يوم. الأستاذة الدكتور أعطتنا تفسير للغيرة، ولو أن التفسير هذا وجيز، ولكن الشيء اللي لازم نعرفه هو أن الغيرة تكون عند الصغير عند الطفل كما تكون أيضا عند الكبار، حتى الكبار يعني ترافقهم الكبير ترافقهم. وغير كم من كبير عنده هذا الغيرات. على هذه أستاذ اللي حبينا اليوم نطرقوا لغيرة الطفل باش نعطوا نصائح الأولياء، بالك يداركوا الوضع، بالك من بعد نرجع لك أستاذة إذا كاين نصائح وين الأولياء يقدروا يداركوا الوضع مع أولادهم باش هذه الغيرة المرضية ما تكبرش معهم، نخليه لهم غير الغيرة اللي تحفزهم باش يديروا أحسن. هي الأولياء ربي معاهم، ربي يكون في عونهم، لأنه الغيرة قد تكون الغيرة من طفلين تجاه أطفال آخرين غير أطفال العائلة، ولكن غالبا ما تحدث شجارات وغيرة ما بين الإخوة والأخوات في الدار، وهنا تلقى الأولياء يعني في حيرة، ما العمل. المهم هذه من جهة أخرى في المدرسة. احنا في المدرسة كيفاش نهضر لك على التجربة تاعنا، احنا مرة على مرة يجينا تلميذ أو تلميذة وحتى ولي أو ولية ويجيو يقدمونا شكاوي، يشتكيو من تلميذ آخر ويعرفوا باللي حالة غيرة، يقول لك هذا غير منه. هنا احنا نولي نعمل عمل القاضي، يعني الحاكم، يعني لازمني نحكم شكون اللي عنده الحق. احنا هنا ما لازمش نتقلقوا كمربين كمعلمين كأساتذة، ما نتقلقوش من هذه الظواهر تاع شجارات تحدث ما بين تلاميذ وتكون نتيجة الغيرة، لكن لازمنا نعرف بأنها نتيجة غيرة. بالضبط. لأنه شجارات قد تكون شجارات تاع عنف، هذه حاجة أخرى، شجارات تاع اعتداء. بالضبط. هذا أيضا. هذه اللي كنت كلمة عليها الأستاذ. نعم. ولكن هنا لا، هذه هنا ماهيش دائما نتيجة الغيرة. نتيجة الغيرة ذكرتها الأستاذة تجي عام عموما وين تجي من الغيرة من تفوق تلميذ على تلميذ آخر. هذه اذا كان التلميذ هذا اللي غير، احنا بالنسبه لنا اذا كان الفصل اللي موراه جاب نتائج مليحه، اذا كان الغيره هذيك حفزاته باش يقرا، هذا شيء جميل. نعم، ولكن هذا كاين اللي غير ولكن ما يبينش الغيره نتاعو، ما يظهرهاش، يخليها في نفسه او غير مع الاقارب، مع الاقارب يقول لهم التلميذ الفلاني جارنا ولا صاحبي ولا فلان جاب 14 وانا جبت 12، بصح المره الجايه نلحقون. هذه مليحه، هذه ايجابيه، لكن احيانا تكون عندها يعني ما يظهرها بسلوكات وين يغير منه وما يلحقوش، ولكن يحاول ان يلحق الضرر به بطريقه يحارب الناجح حتى يفشل ولا كيف. نعم نعم يحاول يغير منه، هذه الغيره. بالضبط. الغيره اسو مانيفيس بار دي كومبورتمون دوني، تلقاه يخلق له مشاكل، يخلق مشاكل هذاك الطفل الناجح. يعني نحن التلميذ الناجح، هذه عموم مليح ان الاستاذ، مليح ان المربي يعني المعلم يرد باله من هذا الشيء. بارك الله. يلزم يفيق، يلزم يعرف بان هذا التلميذ اللي راح يخلق مشاكل للتلميذ الاخر المتفوق ما لازمش يطيح في الفخ، ما لازمش يطيح في الفخ، يحاول كيفاش يعالج هذا المشكل. احنا الظاهره اللي تعيشها المدارس بصفه عامه هو رد فعل الاولياء، الاولاد يروحوا للدار يشتكيوا، يقول لهم شوف فلان واش دار لي لانني ناخر منه كذا، راهو يعني بالكلام توبيخات استهزاء. هنا هو بالضبط يكون ضحيه استهزاء، يعني من طرف يعني الغيره ممكن تكون سبب من طرف الغيران. بالضبط. هنا تلقى الاولياء يتقلقوا ويجوا الى المدرسه. غالبا واش يديروا الاولياء؟ هذا خطا، هذا راني نوجه الكلام تاعي للاولياء باش ما يديروش الخطا. اللي يديروه يجي يقول لك انا نبدل بنتي او وليدي من هذا القسم ونديه القسم واحد اخر، ولا نبدل له مدرسه ولا نبدل الى تغيير المدرسه، وهذا اخطر.
انا نقول لهم هذا ما راهوش حل، لانك راك تزيد الطين بله، وراك تزيد تعود ابنك او بنتك بالتاثر السريع باي سلوك ولو كان بسيط ياتي من الغيران. بالضبط. وبالفعل وبالتالي لازم نعود اولادنا بالصبر وبالتعامل مع من يغارون عليه. جميل. والتعاون جميل. مع 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 المدرسة، وحتى ذاك الغيران ما لازمش نشكيوها كثير. جميل. وإنما نحاول نفهموه نعم، ونقولوا له اللي يقدر بالعمل بالخدمة دياله. كان الأستاذ برك تعطينا بعد بعض النصائح. هذه يقدر بالعمل بالخدمة، يقدر يلحق هذاك الإنسان أو غير منه، لأنه مش بعيد عليه. يعني بالعمل هذاك الإنسان نفهموه باللي عنده نتائج، بلك لأنه يعمل أكثر في البيت، ولا لأنه يعني نهضر على نتائج المدرسة. في المدرسة في القسم، عندما يسأل المعلم أو الأستاذ تلقى دائما فئة من المجتهدين النجباء يجيبون ويجيبون صح، يعني صح. وهو شوف نفسه ما فهمش وما جاوبش، فوش يدير؟ يديفلوبي هذيك نعم الغيرة هذيك، يترجمها بالتشويش وبرفع الصوت وبيعني القيام بأعمال غير لائقة في القسم. جميل جميل. سيرضا المساني، مرحبا بك. مرحبا بك. على بالنا بلي عندك أطفال، عندك أولاد في سن متقارب، والغيره هذه كان الاستاذ تكلم عليها في الوسط المدرسي، احنا حبينا منك نعرفوا تجربه بسيطه هكذا صغيره مع اولادك. هل ترى في الاسره نتاعك عشت هذا الموقف هذا، وين وقع موقف تاع غيره بين اولادك هكذا؟ وحبيت نعرف كيفاش تعاملت معاه انت ولا زوجة الكريمه، ولا كيفاش كان هذا الموقف هذا؟ مساء الخير يا اخي يزيد. مرحبا بك. ونشكرك على الاستضافه في البرنامج اولادنا تحت سنحنا. فعلا انا عندي ثلاث دراري. يعني عشتوا هذا الموقف هذا؟ اون جينيرال ندير في عيد ميلاد كي نجيب واحد كادو لانيفرسير تاعو. سما اش عندك دراري؟ عندك ثلاثة. سما نورمالمون دير تروا كادو في عيد ميلاد واحد. نفهمهم هما يغيروا ويقول لك انا عندي عنده زهر. اون جينيرال كي ندير له كادو واحد، كل واحد عنده لانيفرسير تاعو. فهموا بلي استنى لانيفرسير الجاي. استنى بصح يقول لك عنده زهر. هو سونسو الى يو الكادو خير مني ومن بعد يولي يقول لك علاش الاخر درت له طابلات ولا درت لي غير تليفون ولا درت لي غير هذه. هو يتفكر غير هذاك لو مومون ينسى باللي ذلك هو عنده لانيفرسير تاعو منا. وكيفاش تتعامل مع الموقف هذا؟ نفهمهم لازم يفهموا منا، تهضر معاهم تكلم معاهم ويتفهموا الوضع. يعني من بعد ما يروحش ينحي هذيك دي فوا ديفيسيلمون ما ينحيلوش الكادو هذاك ويقعد يبكي. صغير سي صغير في عمر 3 سنين سي ينحي الكادو. ثلاث سنين هذاك بالنسبه له كلش ديالو هذاك يعني. ما الاخرين يتفهموا الوضعيه. الاخرين كبار شويه. شحال في عمرهم؟ والكبير 11 سنه والثاني 8 سنوات والثالث 3 سنوات. الله يبارك. هذاك تاع 3 سنوات هو اللي هو اللي ما يفهمش. هو المزوزي. اذا دونك في رايك انت هذه المواقف هذه بالحوار يعني تفهموا يتفهم ويتفهموا الوضع وكامل. وي لازم تتكلم معاهم ساق فوا تقول فهمهم حتى يفهموا مع الاخر يتفهموا الوضع. أستاذة هنية، ماذا بيا بعد ما سمعتي الإخوة اللي معنا الأستاذ لابري والسي رضا المساني، كيفاش نقدروا نمدوا نصائح الأولياء كيفاش يتعاملوا مع هذه الغيرة؟ لأنه حتى ولو الغيرة كانت في المدرسة راح توصل للعائلة، يعني لما يروح للدار حتى الغيرة هذيك تبان عليه، يقول لهم الاخر دائما يجيب خير مني، ويعني دائما توصل للعائلة. يعني ما هو دور العائلة، الأم والأب ولا حتى العائلة الكبيرة في معالجة هذه الآفة باش ما تكبرش؟ لأنه كنا نتكلم مقبلة أنها ممكن أنها ترافقوا حتى الكبار. وأنا نظن عندي قناعة تامة باللي ممكن أننا نداركوا هذا الوضع والطفل مازال صغير. نعم، بالنسبة للغيرة الأستاذ يزيد، أنت جيتني من المدرسة ودخلنا، وأنا لكن نظن أن الغيرة تبدأ من البيت وتخرج. وعلاش؟ لأن الأطفال كما قال السيد يبدأوا الأطفال ديجا يغيروا في بعضهم، يبدأ ديجا أنا لو كومبلكس دو ديب. إحنا كأخصائي نفسي ديجا عندنا غيرة الأم اللي غير منها وليدها على بابه،
ويبدا العكس. بالضبط. ديجا الغيره موجوده كما موجود العدوان الحب الكره في المشاعر تاعنا في الانكونسيون. هنا كي نشوفوا احنا الغيره موجوده ومقبل، يعني باش نذكر فقط ما هي ملامح او ما هي صفات الشخص الذي يغير، اما اعراض باش نعرفوه بلا هو غيران ولا صفات، يعني نقدروا نعرفوا، نقدروا غير نشوفوا نقدروا نعرفوا بلي هذاك يا عنده كلش والثقه الزائده بالنفس، ما يحبش خير منه، شغل هو سي لو ماكسيموم، هو ذلك النومبريل دو موند، هذاك الطفل ليديال المثالي اللي ما يحط حتى واحد قدامه في المقارنه. ايضا لاطفالنا، لان اطفالنا هما اللي يخلونا نفكروا في الغيره، يقول لك فرختي له ماشي كيما انا، بالضبط. هو درتي له وانا ما درتيليش، دونك هنا لازم الحوار، فوالا لازم الحوار، ولازم يفهم باللي مثلا في ترتيب الاطفال كيما هو عنده ثلاثه، الطفل الكبير لازم يفهم يقول لك نحن نحترم الكبير ونعطف على الصغير، دي فوا حتى الاب في العشيه في المساء كي يدخل يجيب لهم كامل حاجه حاجه، مي هذاك الصغير يجيب له زوج. فهمتك، يفهم فوالا يفهم باللي الصغير لازم دائما نعطفوا عليه، ما نغيروش عليه، نخافوا عليه، لازم نبينوا لهم باللي الغيره نغيروا في الحوايج اللي ملاح، ما نغيروش في الحوايج اللي ماشي ملاح. مثلا سئلت ام قالوا لها من تحبين اكثر في اولادك، كان فيريمون يعني سؤال صعب، قالت لهم احب المريض حتى يشفى، احب المغترب حتى يعود الي، واحب الصغير حتى يكبر، ولكن أحبكم جميعا. والله جميل جميل. أنا بالنسبة لي يعني كمواطن الغيرة ما تقلقنيش، ولكن الحسد يعني الغيرة المرضية هي اللي تقلقني، يعني بالمرات نتكلم شويه على اللي كبار شويه اللي اللي تروح معاهم حتى تولي مرضيه، هذا هو المشكل. وبالمرات تصيب الانسان يحسدك في حاجه، هذيك الحاجه وكانت تتنحى لك انت هو ما تزيد له والو، هذا هو الحسد. الحسد انه المهم ينحي لك، هذه هي اللي نخافوا منها احنا تكبر مع اولادنا. احنا اولادنا انه يغير من انسان لانه لابس مليح يقول لك انا لازم نلبس مليح، ولا قرا مليح انا لازم نقرا مليح، مليح، ولكن الانسان اللي تحسده في حاجه اللي كان ينحيها له ربي، انت ما تزيد لك والو، هذه هي الغيره المرضيه. نعم، ولكن ولكن احنا مثلا باش نعالجوا الغيره، يجونا اطفال يجونا راشدين الى المكتب الفحص، باش نعالجوها لازم ننطلقوا من المنطق، من الافكار، من هذيك الافكار المنطقيه، ندخلوا له من باب المعرفه، كيف نكتسب تلك المعرفه وكيفاش لازم تكون في راسي، لازم نفهمها باش نقدر نطبقها. نعطيك مثال بسيط فقط عندنا غيره اللي لحقت فريمون لشخصنا حاله، وهي جنون العظمه، سيت ان كا بسيكوتيك، فوالا شخص انه حرق خطيبته لانها رفضته في ايام الزفاف الاخيره، فهمت، حرقها. انت لما تشوف هذه الزوجه، هذا الشخص اللي رفضت هذا الشخص، يعني هذه ماشي غيره، هذا ضرب فات كاع الحدود، يعني وصلت هو كي تقول له هو بالنسبه لك يقول لك انا غرت عليها حرقتها، ما نديها انا ما يديها واحد اخر، فهمت. ولكن احنا هنا كاخصائيين هنا لو دياغنوستيك تاعنا كي سو بوز، سيتادير سي ان بروبليم بسيكوتيك، لازم نبعثوه كيما يقول لك اني وحاني عن طبيب امراض عقلية. حبيت برك نبين لك باللي حتى في التعامل تاع اطفال تاعنا مع الشيوخ تاعهم ولا في البيت ولا، لازم ناخذوا الحذر، الغيره هذه لازم نديروا لها ابعاد باش نعرفوا رايحين نلحقوا، ونظن الاولياء لازم يردوا بالهم، لانه هذا الغيره مثلا هذه الحاله اللي تكلمتي عليها راهي كبرت معاه، يعني كاين هنا خلل، كاينه كي كان صغير وتنمات وزاد لها حسد وشر وكملت، كاين خلل هنا. الاولياء بالك ما كانوا يرفضوا له حتى طلب، ما كانوا حتى الشيء هذا اللي كاين، موضوع اخر راح نتكلموا عليه. وكاين غيره وراثيه، هذيك يعني يقول لك يماه تغير باباه يغير. على كل حال احنا ماذا بينا يا اولياء تردوا بالكم على اولادكم، الغيره الغيرة المحفزة اللي تدفعهم باش يعملوا كامل مليحة، ولكن الغيرة الأخرى تاع الحسد وكامل هذه لازم يبعدوا عليها وتردوا بالكم عليها. تفضل أستاذ. ضحايا الغيرة ما يتقلقوش، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ذي نعمة محسود، كل واحد عنده حاجة يتمتع بها إلا يحسدوا ضده ويكون ضحية الغيرة. سمى دعاء يعني الحسد نقراوه، هذا مهيئ لهذا، يعني دعاء الحسد نقراوه كل يوم. مثلا كاين مثل
كاين مثل عمي يقولوه وحنا يقولوه النساء، يقول لك الغيره تنطق. بالضبط. على كل حال احنا هذه النصائح موجهه للاولياء يردوا بالهم على اولادهم، لان الغيره تكون صغيره وتكبر مع اولادكم ومن بعد قادره توصل الى غيره مرضيه، هذا الشيء اللي ماناش حابينه. دونك ردوا بالكم على اولادكم، فهموهم باللي ربي خلق وفرق، كاين واحد يقرا خير من واحد، واحد شباب على واحد، واحد يعني عنده امكانيات اكثر من واحد، يعني لازم نتقبلوا نفوسنا بالفروق نتاعنا. اذا تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا، واستنونا في الاسبوع المقبل بنصائح اخرى، موضوع اخر، ولادنا تحت جناحنا، ولادكم هم ولادنا. سلام. من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان، حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته